يا هلا باللي زارونا يا هلا يا عالي العلا يا هلا باللي زارونا يا هلا يا رحمن يا ديان لا حول ولا يا هلا باللي زارونا يا هلا يا رحمن يا ديان لا حول ولا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سهل ويسر، الحمد لله الذي سهل لنا هذا اللقاء بهذه الوجوه الكريمة الأصيلة، الحمد لله الذي قضى وقدر، الحمد لله الذي خلق ورزق. ومن نعم الله علينا الزوجة الصالحة رزق والزوج الصالح رزق. الحمد لله الذي جعل الزواج سنة من سنن الأنبياء وضرورة من ضرورات الحياة، به تستقر الأمم والشعوب، به باه الرسول صلى الله عليه وسلم بنا يوم القيامة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فوضع شرطين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فوضع رسولنا صلى الله عليه وسلم شرطين للرجل، أن نرضى دينه وأن نرضى خلقه. ووضع للمرأة أربع شروط، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا اجتمع الدين عند الزوج وعند الزوجة أسسا أسرة صالحة سعيدة يعمها السكينة والطمأنينة وتتغلف بالود والرحمة. وهنا يحضرني موقف صغير في بيت سعيد بن المسيب. ابنته تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يا أبتي حسنة الآخرة عرفتها وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ وسعيد بن المسيب المفسر العالم الكبير الحكيم قال لها: يا ابنتي ما أظنها للرجل الصالح إلا الزوجة الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الزوجة الصالحة وأن يرزقكم الزوج الصالح. إخوتنا آل الصالح الكرام، والله إنا جئنا إلى سلواد هنا ونحن نعلم أن لنا في سلواد أحباب وأصدقاء، وأن لنا في سلواد جيران وأحباب.
لكم هذه الجاهة الكريمة لتطلب يد ابنتكم علا صالح الصالحي المهذبة الأصيلة بنت الأصول إلى ابن أخينا الأستاذ حسين محمد حسين حمد الأديب النبيل الشريف على كتاب الله وسنة رسوله. وكلنا فخر واعتزاز بكم، راجينا أن تقبلوا طلبنا والمقام مقامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول في موقع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. إخواني الحمد الكرام، نبارك لكم خطوات ونقول لكم باسمي وباسم آل الصالح وآل سلواد عامة: حللتم أهلا ووطئتم سهلا وبوركت خطواتكم، ونبارك لكم طلبكم هذا. وعلى هذه النية نقرأ الفاتحة. Yeah.
فنون.